الدول التصوف والذي قاد حركات الجهاد. التصوف تحدث عن الأربطة والمحارس والرباطات اللي موجودة من على شمال المحيط البحر المتوسط كله كان يحرس فيها المتصوفة. الإمام الغزالي صاحب الإحياء لهذه الأمة متصوف كبير. صلاح الدين الأيوبي كان متصوفا وكان هذا ما أقصده، لكن لا أقصد حشر الله أن لا أن أتحدث عن نوع آخر للأسف من التصوف الذي أدخله لاستعمار العالم العربي، التصوف التكالي. التصوف يقول لكم الدنيا ولنا الآخرة. تصوفنا هو وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. التصوف الوطنية، إذا كنا نتحدث الآن عن الوطن الحقيقي أو الوطن المجازي، فهناك وطن حقيقي كلنا نشتاق إليه وهو الجنة. هذا وطن كلنا، وهذا هو التصوف الحقيقي. التصوف الشوق والحنين لهذا الوطن الذي كلنا يسعى إليه على اختلاف أدياننا ومذاهبنا وطوائفنا. العودة إلى هذا الوطن الأعظم هو التصوف الأكبر الذي ندعو إليه. وشكرا جزيلا.